السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. غير عم يا يوسف. عليك. طلبيتك جاهزة. إن شاء الله شي ساعة بتكون عندك بالدكة. ماشي. تفضل. معوضين. وعليك. دخلات. الصيف اللي كان عندكم بالحارة. شو أخباره؟ وليش عم تسأل؟ يا سبحان الله. شفت لك راعي كأنه هو الخالق الناطي بس مو أعمى. وين شفته؟ أنا وجايب البساتين جنب الغيضة. أما شو زلمة كريم، سقاني حليب وطعماني تين. إيه؟ كتر خيره. السلام عليكم. الله معك. مع السلام يا بيوسف. فتحية! شو قلت لك خان؟ لعيونك خالي. أجيب معك عبده وبشير وخاطر بس. أصحك جنس مخلوق يعرف ليش عم تراقبوا القرنة. أنا بأمرك. يلا تيسر. السلام عليكم. معتز. مور خال. بس تشوفه. بدي إياك تكمشه وتربطه بالحبل. أوعك يفلت منك يا خال، أوعك. بس دير بالك مني. احتمال كبير يكون مسلح. أصحك يغدرك يا خال، أصحك. إذا لقيت حالك مالك قد تكمشه، اقتله بأرضه. بأمرك خالي، بأمرك. خايف معتز؟ أعوذ بالله. لا خال، شو خايف؟ بس يعني شو مساوي؟ مساوي شغلة كبيرة، بعدين ببقى بقول لك عليها. المهم هلا مثل ما قلت لك خال، راقب لي سطيف، قصدي شبيه. بأمرك خالي، بأمرك. روح انت وخاطر لهونيك ورا الغيض، عملوا لكم حوصه ونرجع نلتقيهم. مشي. يلا توكلوا على الله. يلا مع مني بشير. ان شاء الله لقينا. شوف الله، حسينا دمعت مي. الا ما نحظى بشي حدا. روح. الفراش شو هو؟ شايف هداك الراعي اللي هوني؟ ايه اكيد بالله عنده مي. الحقني. السلام عليكم. السلام عليكم. يا هلا يا هلا، تفضلوا. صحة عمي، صحة. بلاقي معك شي دمعة مي؟ خير الله كثير. ابشر، تفضل. يعيشوا عمي، يعيشوا. يا رب العالمين. خد عبد الخوض. ناردي المياه. بيسلقوا بيضة. نعمة كريم. الحمد لله. كتر خيرك عمي. شرك. إن شاء الله هنا. الله يهنيك يا رب. تدورون على حد هين؟ ايه والله ولا ضايع. لا 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 لا. الله يجمعكم فيه عن قريب إن شاء الله. ولد مثل القرد. أخي أنا وين شايفة؟ شايفني؟ هين هين بالمكان. لا لا، شايفك بغير قرني. أنا؟ وين؟ نعم كأني شايفك من زمان، ما في كلام. ما كل الناس قرابة يا شيخ. إيه مزبوط، بس والله وشك مو غريب علي. زكى يا عبدو، بيخلق من الشباب 40. بجوز. مشي مشي عبدو. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. متأكد اني شايفه، ما في كلام. بس وين شايفه يا عبدو؟ وين شايفه؟ ما عم بتذكر وين شايفه. مين هذا اللي وين شايفه عبدو؟ لك هذا الراعي هون بقفى الغيضه، وقفنا شربنا عنده دمعه مي. شبه يعني يا عم، خمن ببالي يا عم، كاني بعرفه بس ماني متذكر. ومين بيشبه هذا لك عبدو؟ شو مين بيشبه؟ ايه مين بيشبه؟ قول خلصني يا سيدي. هلا تذكرت،
بيشبه سطيف الأعمى اللي كان عنا بالحارة. سطيف؟ لك إيه بيشبه سطيف، إيه بس هذا ما هو أعمى. حقوني شباب. لك وين أبو العز؟ لك وين رايح؟ لك حبيبي. وينو عبدو؟ عمم وين راح؟ لك هلا كان هون. انت متأكد من الحكي؟ معلوم مو هيك خاطر. لك ايه حتى شربنا مي. سمعت؟ خلوكن هون رايح مشوار راجع. متأكد من الحكي خال؟ ايه خالي ايه. عبدو هيك قال لي، والراعي سألهن انه ليش انتو هون؟ شو جاوبوا؟ قال له انه في ولد صغير ضايع عم ندور عليه. معناتها شكي طلع بمحله. شو ناوي تساوي اخي؟ خال أمور خال، تأخذ ولد صغير من الحارة وبتروح لمطرح ما له قاعد الراعي، بتعمل حالك فرحان كتير إنك لقيته، وبتجوا كلياتكم لعندي. أمرك خال. يلا رقيد. خالي مين الولد بدنا ناخده؟ خد سليم ابن أختك بوران. مشي خال. فهمني أخي، ليش بدك إياه ياخذ ولد سليم معه؟ سطيف ماله قليل، بدي اياه يبعد عن القرنة اللي بده يتسلم فيها السلاح. وبركي حس بشي؟ ان شاء الله ما بيحس بشي. ان شاء الله يا رب. اخي شو صار مشان السلاح؟ جهزته؟ اوام اوام. يوه لوين عبدالله الصبي؟ لراس الحارة ورح ارجع لك يا. بس فهمني لوين لوين؟ بدي اشتري له من ضمينة. امشي خالو امشي. غريبة ما في بالعادة. يا مو أنا كمان بدي منضمينة. هلأ خالك بجيب لك معه. لك أنت شو جابك لهون أولا؟ شو جابك لهون؟ تاني مرة إذا بتطلع من البيت من عدم ما تقول لأمك بدي كسر لك إيديك ورجليك، فهمت؟ شوي شوي على صغيرة بالعز. بدك منضمينة رح أشتري لك منضمينة، بس أول شي بدي أدحك قتلة قبل المنضمينة. امشي بدك منضمينة ما؟ سكي أختي سلمي. وين رحتوا يا مو؟ البستان؟ طعميني طعميني. لا هدول لي لحالي. غريبة ليش أخذوا على البستان؟ اسمعوني منيح، أول ما بتعتم العين بتلفوا اللفة على القرن اللي فيها الراعي، وكل واحد منكم بيكون مجهز سلاحه وبتطبوا عليه. إذا لقيتوا حالكم مو قد إنه تكمشوا وتجيبوه عايش، جيبوا لي يا مقتول. مقتول عقيد؟ مقتول مقتول. وديروا بالكم منه، هذا واحد غدار. ولا يهمك خالي. يلا يا رجال يلا، انا اتكلت على الله ثم عليكم، بدي اياكم كيف ما كان تجيبوا لي اياه. امرك عقيد امرك، ما في كلام. كفو عبده، كفو انت واللي معك. يلا تيسر. هوني يا شباب. تعيدنا معلمي. هوني الله يبيض وشهم وخلصونا منه. انت متاكد انه هذا الراعي مش قصدي لك ابي؟ يا ابي ايه، وخالي بده يا طيب ميت ما بتفرق. ودريت لك اليوم انه بده يسلم السلاح لرجال الغوطة بنفس القرن اللي كان فيها الراعي. بدك شي يا ابي؟ استناني يا ابي لا تروح. ليش قلعونا من الأوضة؟ ما بعرف، بس إلا يكون في شيء. مثل شو؟ يعني بركضاً عم يتشاوروا مشان يرجعوا لطفية لعصام. إن شاء الله. إن شاء الله؟ إن شاء الله عمرها ما ترجع. زيك أبو العز، أبي هذا بتحمي حالك فيه، وقت جد جد استعملوا رتابه تروفي وعصايب. يلا يا بضايا نشوف يلا.